السلام عليكم، معكم لجي نادي من فريق سمارت. إن شاء الله اليوم حنبدأ بشابتر 7. هلأ شابتر 7 هو آخر شابتر بمادة الأكاونتينج 1. شابتر 7 هي مواضيع مختارة، تقريبا 3 أو 4 مواضيع جدا بسيطة، كتير أشياء محذوفة من شابتر 7 رح نحكي عنهم، بس هم كتير بركزوا عليهم بالفاينل وممكن يجي عليهم أسئلة كتير. خلينا نبدأ فيهم. أول موضوع حنبدأ فيه مصطلح جديد اللي هو البيتي كاش فند. إيش معناه بالعربي؟ اللي هو صندوق المصروفات النثية. إيش معنى هذا المصطلح؟ مصطلح جديد عم بمر علينا. هلا أنا إشي نثري يعني إشي بسيط، صندوق اللي هو الصندوق، الكاش مصروف أي شيء أنا بصرفه بشتري فيه شيء معين، نثرية اللي هي الأمور البسيطة أو الأمور اللي ممكن تكون بالشركة أساسية لكن ما بنعتبرها إنه مصاريف كبيرة أو لازم أعملها أنا مثلا ريكوردينج أو شيكات. هلا عادة أنا لما بدي أحقق رقابة في أي كومباني على مدفوعاتي النقدية أو أي مدفوعات أنا بعملها ومصاريف، بستخدم موضوع الشيكات. لكن بكل كومباني زي ما قلنا في عنا أشياء اسمها نثرية. ممكن لما أنا كل ما بدي أعمل إشي نثري، خلينا ناخد إكزامبل على أشياء نثرية، شو ممكن يكون؟ مثلا البريد، لما أنا بدي أسوي بريد أو مثلا لام الرصاص الحبر اللي بتخدمها الكمباني، الضيافة، إيش كمان؟ أي لوازم أو مهمات بتكون بسيطة، شغلات النقل، أي مصروفات بسيطة. مثلا إيش كمان عندي أمثلة؟ أجرة التاكسي لا تعتبر، هاي أشياء لازم أعملها شيكات. ممكن يكون مزعج الموضوع إذا أنا رح أدقق على هاي الأمور. ففي عندي أو وجد هذا الصندوق اللي هو صندوق المصروفات النثرية اللي هو البيتي كاش. على هاي الطريقة استخدمناها أو وجد حتى نعالج هاي المدفوعات اللي شوي صغيرة أو بسيطة بكل كمباني. أول شيء في عندي 3 steps. البيتي كاش بمر بثلاث خطوات، مستحيل إني أقدر يعني أهمل أي من الستيب. ليه؟ لأنهم بيعتمدوا على بعض وهم فعليا متسلسلين. خلينا نشوف بأول ستيب إيش بتقول. الاستابليشينج ذا فند اللي هي تأسيس أو إنشاء صندوق المصروفات النقدية، عملية الإنشاء أول شيء. ثاني شيء making payments from the fund. شو يعني؟ يعني سداد هاي المصروفات النثرية من صندوق المصروفات النثرية. كيف يعني؟ أنا أول شيء أسسته، حطيت فيه مبلغ معين، بصير عندي صارت مصاريف معينة نثرية، أجرة تاكسي مثل ما قلنا، البوستج اللي هو البريد، الضيافة، أيا كانت سحبت وصرفت منهم، يعني عملية نقول السداد بشكل عام. ثالث شغلة لما أنا بسد أكيد هذا الصندوق بقل، ممكن يوصل لمرحلة إنه بده يخلص، الفلوس اللي فيه تخلص. فالمرحلة الأخيرة هي replenishing the fund. replenishing اللي هي إعادة تعبئته، يعني إعادة التعبئة منها. إذن هم 3 مراحل بتمر فيهم البيتي كاش هو صندوق المصروفات النثرية أو المصروفات البسيطة، الاستابليشينج اللي هي الإنشاء، والميكينج بايمنت اللي هي السداد، والريبلينيشينج اللي هي إعادة التعبئة لهذا الصندوق. هلا الأمور هيك حكي ممكن ما تكون واضحة، خلينا ناخد إكزامبل عشان توضح الأمور. الإكزامبل حيكون يعني مبني على اللي قبله. كيف؟ خلينا نبدأ بأول إكزامبل. If ABC Company
decides to establish a MIA fund on March 1, 2016. The journal entry is. ايش طالب مني هون؟ خليني اخذ قلم احمر عشان اوضح الامور. بده الجورنال انتري، بدي اعمل يعني ريكوردينج، تسجيل. خلينا اول شيء نترجم السؤال اكثر. بيقول لي شركه اي بي سي ديسايدز، عم بتقرر لانها استابليش، لانها تنشئ صندوق مصروف نقدي نثري. الاستابليش هذا او بنقول له سقف الصندوق، نسمع هذا المصطلح، يعني انا اسست بهذا المبلغ فيه قد ايه، فيه 100 دينار. متى بلش؟ بواحد 2016، ما بهمني. بده الجورنال انتري. هلا الجورنال انتري فعليا ثابت، حيكون بالنسبه لنا شيء جديد، فممكن نحفظ، بدنا نحط التاريخ 1 2016. عندي حيكون ديبت البيتي كاش. نترجم اكثر عشان نقدر نعرف، انا مش ما بيهمني، بس احفظ عشان اقدر كمان اعرف ايش عم بفهم، انا افهمه اكثر. بقيمة المية اكيد. شو عملت انا هون؟ في شيء اسمه اسسته البيتي كاش. انا حطيت بالبيتي كاش من صندوقي الاساسي، او اللي هو بنسميه هلا الكاش بشكل عام، هو شوي اشي اوسع من البيتي كاش. هلا هذا الاشي شوية دائرته أضيق، يعني هاي الكاش وهذا البيتي كاش هو جزء من الكاش، فأنا أخذت من الكاش وحطيت بالبيتي كاش. كاشي نقص حيكون كريدت، وبيتي كاش عندي زاد بقيمة 100 ديبت أكيد بالمبلغ نفسه. هاي عملية أو أول مرحلة أنا مريت فيها، هي الاستابلش، عملية التأسيس. بلش بسقف 100 ورح أخذ هذا المية، أعرف إنه أنا كل مرة الدفعة هتكون ثابتة، كل مرة أنا بعبي بالمبلغ 100 دينار. هذا الإشي يعني نعتبره زي رولز بهاي العملية أو بهاي الفكرة استخدمها الكمباني. المصروفات النفسية بتتعبى بسقف معين، وكل مرة لما بينقص نرجع بنعبي عليه. بلشنا بمية، هذا المبلغ بدي أخليه ببالي. نشوف إيش الإكزامبل اللي وراه. بيقول إكزامبل هون بقول لي أسيوم أون مارش ب15 2016، نفس الشركة ABC Company بيتي كاش كاستوديون. الكاستوديون هذا مصطلح جديد، اللي هو مسؤول المصروفات النثرية، مسؤول هذا الصندوق، يعني اللي بيطلب أشياء. خلينا نحكي عنه لقدام. ريكوست شيك فور 95. The fund contain 5 cash and petty cash receipts for postage. في عندي أكثر من مصروف، قلنا كتير في عندي مصاريف أنا بستخدمها، زي شو؟ البريد كان 20 دينار، والفريد out اللي هي النقل 50 دينار، and miscellaneous expense 25. miscellaneous اللي هي مصاريف منوعة أو مختلفة، مصاريف معينة قيمتها 25 دينار. بدي أرجع للسؤال step by step، نشوف إيش مطلوب مني. بقول لك افرض ب 2016 ABC Company طلب request الكاستوديون اللي هو صاحب أو مسؤول صندوق المصروفات النثرية، طلب 95 دينار بشيك، وبقول لي إنه كان already بالصندوق 5 دنانير باقي كاش and بيتي كاش. هلا في عندي مصاريف منوعة، اللي هي أول شيء البوستج بقيمة 20 دينار، ومصروفات النقل الخارجي، ومصاريف منوعة اللي هي الميسيلانيوس. هلا بده طبعا إيش؟ الجورنال إنتري. أنا رجعت عبيت الصندوق، أول شيء شو بدي أعمل؟ أنا عندي التوتال إنه أنا عندي 5، وأنا دائما بعبي على 100 دينار. أنا صندوقي كل مرة بعبي ب100 دينار، وأنا لسه باقي عندي 5 بالصندوق، يعني أنا قدي بحاجة فعليا. أنا بحاجة ل 95 دينار علشان أوصل للمبلغ يلي أنا كل مرة بعبي فيه. خلينا
نشوف ايش كيف حيكون. دائما المصاريف ايش طبيعتها؟ خدناها بشابتر 1 يمكن، معلومه قديمه، بتكون ديبت. نفس الشيء حبدا احط التاريخ، راح اقول ديبت اول مصروف شو عندي؟ بوستج. قد المبلغ؟ 20 دينار. ايش كمان عندي مصاريف؟ فريت اوت. قد المبلغ؟ 50 دينار. والميسيلانيوس قد المبلغ؟ 25 دينار. ايش حيكون الكريدت؟ انا دفعت من وين؟ اكيد من الكاش. ينطلبوا من الكاش تعبئتهم. قد المبلغ؟ 95 دينار. متأكد؟ لازم يكون اكيد مجموعهم صح. 20 70 90 95. اذا هذا هو اعادة التعبئة. هذا الاكزامبل بيوضح لي انا كيف برجع وبعبي الصندوق عندي. خلينا نشوف اخر اكزامبل شو بيقول. اخر اكزامبل بولي اسيوم، نفرض انه عندي ABC Company بيتي كاش كاستوديون هاز اونلي 3 ان كاش. بالكاش عنده 3. The fund plus the receipts as listed the request would be for 97 and the company would debit cash over and short for 2 shortage. معطيني بين أقواس. هلا أكيد بالامتحان ما بيعطيني هالمعلومة، بس هون كبداية أشرح هذا الإشي بالديتيلز وبالأمثلة اللي رح ناخد عليه أكتر. بقول لي نفرض إنه أنا عندي البيتي كاش بس 3 فيه وعندي 97 لازم يطلب أو هو بده يطلب، و في عندي بصفي زي عجز. هذا المصطلح لازم نعرفه، بيجي عليه أسئلة كتير بالفاينل. مصطلح العجز، أنا عندي بالصندوق رصيده 3 أو بنقوله الكونتين قبل المثال قبل. بهاي الحالة أنا بدي أطلب زي استعادة يكون بمبلغ 97 دينار علشان أدي يكمل عندي التوتال. شو حيصير عندي؟ وبقول لي 2% أو عفوا 2 مثلا دينارين 2 دولار شو ما كان عجز، يعني shortage، عندي كمان نقص. كيف حيكون القيد؟ خليني أشوف. أول شيء عندي ديبت كل المصاريف يلي فوق، وأنا ببني على 100 دينار لساتي بنفس الإكزامبل. أنا ببني على 100 دينار. أدي عندي البوستج أدي 20 دينار. الفريت أوت، فريت أوت بأختصرها بأدي القيمة 50 دينار، عم باخد من الإكزامبل اللي فوق. الميسيلانيوس أدي كانت بمبلغ 25 دينار، وبيقول لي عندي الشورتج بقيمة 2. هذا المصطلح اسمه حنحكي عنه هلأ، اللي هو كاش أوفر أند شورت. هذا الإشي رح أكتبه هون، هيكون ديبت. عندي نقص 2 علشان أوصل قدي 97. إذا أنا بدي أوصل 97 إذا عندي عجز كاش أوفر أند شورت بقيمة 2. كريدت حيكون كاش بالمبلغ كله اللي هو 97 المية ماينس 3 قدي حتعطيني 97. أنا كل التوتال 100، باقي عندي 3 بالصندوق. قدي يعني بدي أخذ من الصندوق؟ بدي 97 دينار. تمام 97 هيو كريدت 97. هذه المشكلة حليناها. مصاريفي مجموعهم 95 أوكي. قدي بدي في عندي دينارين مش موجودين نقص، يعني في مصروف دينارين موجود عندي نقص. فايش بيطل في عندي مصطلح بستخدمه علشان احل هاي المشكلة اسمه العجز او
يعني اعتراف انه انا عندي خلل، عندي خطأ، قديه؟ 2 حتى اوصل للمبلغ اللي طلبوا مني، وبنسميه كاسم الاكاونت اللي هو كاش اوفر اند شورت. ان شاء الله راح اوضحه اكثر بالمثال اللي بعده يوضح لنا هاي الفكره. في عندي كمان عليهم كتير اكزامبل حطيت علشان شوي الامور بدها متابعه قد ما نقدر نحل عليهم هدول بالذات البيتي كاش اسئله كتير بيجي عليها اسئله. اوكي خلينا نشوف هذا الاكزامبل، اكزامبل جديد بس بدنا نغطي فكره الكاش اوفر اند شورت. شو بيقول لنا؟ بقول لي 100 بيتي كاش فند وين از replenished when the fund contains 7 in cash and receipt of 88. او خطوة ايش بدي اعملها هلا؟ انا كل هذه المصاريف الريسبت حتكون قدي عندي، قدي معطيني مبلغها 88. رح اقول 88 زائد قدي عندي انا مبلغ 7، قدي ضايل بالصندوق وقدي عندي مصاريف 88. 7 زائد 88 قد بيعطيني 95، وانا عندي البيتي كاش تاسس بقيمه 100. 100 ناقص 95، هون راح اقول ناقص 100، في عندي 5. هدول الخمسه ايش مشكلتي فيهم؟ حيكونوا زياده ولا نقص؟ حيكونوا نقص. ليه نقص؟ خلينا نشوف. انا عندي 100 البيتي كاش بعبيه 100، 7 كان اوريدي موجود، ومصاريف عندي 88. 88 بلس 7 95. 95 للمية ايش الفرق بينهم؟ 5، والخمسة هاي نقص عن البيتي كاش، يعني عندي هون حيكون اكيد شورت. كيف حيكون القيد او كيف انا بدي اعمل ريكوردينج؟ حيكون كالتالي، ديبت هون القيد، حيكون ديبت بالمصاريف. دائما لما ما يحدد لي رح اكتب miscellaneous expenses. miscellaneous expense، وعندي دائما الكاش over and short. قدي انا طلع عندي هذا 5، وقدي المصاريف انا عندي كله معطى بالسؤال 88. سوري اذا مش واضح، هذه 5 الفرق هون طلعناه 5، والميسيلانيوس اللي هم المصاريف 88. كريدت ايش هو؟ الكاش. واضحة الامور. قدي الكاش عندي حيكون 88 زائد 5 حيطلع 93. طب اني اجمع هيك؟ لا، ليه ما اطلعها انا بنفسي؟ انا عندي 100 البيتي كاش وفي 7، بدي اقيم منه، يعني انا قدي هاخد 93. 100 ناقص 7 93. هذا بالنسبة للريكوردينج. هلأ في نوت بدي احكيها، انه انا الكاش اوفر اند شورت متى بحطها ديبت ومتى رح احطها كريدت. بحطها ديبت لما يكون عندي نقص شورت، لما يكون عندي اوفر بحطها كريدت. هاي قاعدة اساسية حنمشي عليها. 200 بيتي كاش، بيتي كاش تأسس ب 200 is replenished when the fund contain 50 in cash and receipt 155. تمام، بيقول لي انه هو بلش ب 200 دينار، ما عندي مشكلة. بعدها بيقول لي انه فيه 50 دينار، contains 50 دينار، الصندوق فيه عندي 50 دينار، والمصاريف الميسيلانيوس طالما ما حدد لي هتكون مصاريف منوعة ب 155. ايش رح اعمل؟ اول خطوة رح اجيب المصاريف بلس ايش؟ بلس قدي عندي كونتينز 50، 155 بلس 50 205،
وأنا عندي 200 هو تأسس، في عندي زيادة، في عندي خلل. زيادة بقديه؟ كيف بدي أعرف؟ باخد 200 ناقص، خلينا نوضحها أكتر، 205 ناقص 200 إيش عندي؟ عندي 5. إيش هدولة؟ أوفر. ليه أوفر؟ ليه أوفر عندي؟ لأنه زاد على البيتي كاش بقيمة 5، لما جمعت المصروف بلس الكونتينز طلع 205 والبيتي كاش 200، في عندي زيادة هنا 5 أوفر. كيف رح أعمله؟ وين حتكون الأكاونت تاع الكاش أوفر أند شورت؟ حتكون بطرف الكريدت. ليه؟ لأنه عندي طبيعتها أوفر، لو شورت بتكون بطرف الديبت. خلينا نعمل القيد. ديبت ميسيلانيوس إكسبانس لقيمة 155، من وين جبتها؟ من السؤال هو معطيني. وكريدت الكاش حطيناها بالكريدت أوفر أند شورت، قدي المبلغ؟ 5. وإيش القيد عفوا الأكاونت الثاني اللي هو الكاش، قدي حيكون الكاش؟ 150. تمام، بس كيف عرفت انه 150؟ طريقة تانية علشان اعرف انها 150، بكل بساطة عندي هنا 155، عندي عجز 5 او زيادة 5، قدي انا مطالبة بس ب 150. بكل بساطة كمان بقدر انه انا عندي 200 بأسس كل فترة معينة، مثلا كل 4 شهور البيتي كاش بقيمة 200، وباقي عندي بالصندوق اللي كنتين 50، يعني أنا بدي من كاشي 150 أو أطلب 150 دينار، فعليا الكاش 150 دينار. هاي فكرة الكاش أوفر أند شورت، وفكرة البيتي كاش كتير مهمة وبيجي على أسئلة الامتحان، وهي فعليا أهم جزء بشابتر 7. إن شاء الله تكونوا يعني فهمتوها، فهمتوا أفكارها، بسيطة وواضحة، ويعطيكم ألف عافية.